نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وأحمد التويهري الثنائي الذي يشرف حاليا على النادي في لقاء شاهدتموه على الوطنية الأولى قوف القفصة، الوطنية الثانية طبعا قوف القفصة، رامي البدوي، عمر العمراني، غيث الزعلوني، محمد أمين الحمروني، أحمد خليل قائد الفريق، شياب العبيدي، رشاد العرفاوي، بسام الصرارفي، محمد الحبيب يكن قائد الفريق، خليل الجنيشي، محمد عزيز بن محمد، أنس البرباطي، محمد فراس غومة. دين لمبو الجروب كما يلزم في مجموعة أولى طبعا لعبت فيها مباراتين الميدان في انتظار طبعا طرف من الإطار الفني للنادي الإفريقي مع شعبا. أجواء متميزة جدا هنا في ملعب رادس، ملعب المرحوم حمادي العقربي قبيل انطلاق هذه المباراة. وكل معنا الماكسيموم من النقاط نتاعنا، نحاولوا اللي دوما تشدوا نجيبوا فيهم ماكسيموم نتاع النقاط، ومن بعد فما دونك فترة نتاع مراجعة يطلب أكيد شوية وقت باش يكون جاهز بدنيا، لكن الحمد لله اللي تعدات معناها المخلفات نتاع الإصابة هذه، إن شاء الله قريب جدا باش نشوفوا غيث إن شاء الله حاضر ويرجع انتاجر الجروب. محمد الحاج علي واحمد الطويهري على دكة بدلاء النادي الافريقي. الحارس وسيم القروي الذي اخذ مكانه في التشكيلة بعد ان كان الحارس الاساسي ياسين الرحيمي في المباراة الفارطة، ظهر هام جدا بثنائية في الجولة السابقة واكده هذه الجولة في مرمى المستقبل هذه بسليمان. والمخالفة للنادي الافريقي تنفذ الكرة الثنائية البحث عن التسديد، هذه عادة للعملية الاخيرة والتدخل كان بالنسبة لمستقبل سليمان لأن كل الأرقام سيئة. هذه تسديدة كرة في منطقة الجزاء توصل تقطع الكرة ترجع طويلة في منطقة الجزاء قبل ساقنا إبراهيما. ساقنا إبراهيما بعد تدخل عمر العمراني لينفذ التماس، تبقى الكرة إبراهيما طلب الكرة من جانب محمد الحبيب يكن، لكن قبل ذلك الراية مرفوعة. هذه الكرة الأخيرة من ساقنا إبراهيما مع محمد الحبيب يكن والتسلل في المرحلة الثانية. ستشاهدون مستقبل سليمان بوجه مغاير. هذه كرة الإفريقي في منطقة الجزاء، خطيرة العملية، أولى المحاولات كانت من حمدي العبيدي. نشوف الكرة من كينغسلي دو بدال الهجوم التوزيع وحمدي العبيدي كما جات. مستقبل سليمان في فترة ثانية مرحلة البلاي اوت. هذه كرة في منطقة الجزاء، حمدي العبيدي التسديد، حاول التأطير حمدي العبيدي لكن كرته مر. شوف الكرة كيفاش بدات في منطقة الجزاء والكرة بعيدة في البرنامج زوز ملاعبية من الترجي التونسي سيعيرهم الترجي لمستقبل سليمان. سيتم انتداب مع المدرب مكرم غزالة. هذه كرة ركنية للنادي الإفريقي مرفوعة في منطقة الجزاء بالراس من جانب حمدي العبيدي. هذه ركنية من بسام الصرارفي وراسية حمدي العبيدي لكينغسلي إيدو. إيدو التمهيد على الجهة اليمين، الهجوم للإفريقي في منطقة الجزاء، المراوغة الأولى والثانية، أولى أهداف المباراة مع توغل غيث الزعلوني. غيث الزعلوني يسجل أولى أهداف المباراة للإفريقي. شوف الكرة، توغل غيث الزعلوني على الجهة اليمين لهجوم الإفريقي، كسر بالمدافع برجل اليسرى، وضع الكرة في الزاوية البعيدة، وغيث الزعلوني يقول أنا هوني في هذه اللحظات ويسجل أهداف المباراة للنادي الإفريقي. في رسالة لأكثر من طرف بالنسبة لظهير الإفريقي، سنعيد المشاهدة بالتأكيد. تغيرت المعطيات مع دقيقة 13 العملية المخالفة. رأينا الحمروني في منطقة الجزاء ترجع من رامي البدوي عن مصالح كرة القدم التونسية. مرفوعة الكرة في منطقة الجزاء راسية والركنية للنادي الإفريقي. الركنية مرفوعة في منطقة الجزاء تخرج من دفاع مستقدي مع رشاد العرفاوي. بسام الصرار في طويل الكرة. بسام الصرار في مرفوعة الكرة في منطقة الجزاء. تمر توصل في مرة أخرى. بسام الصرارفي ينتظر المسادة، مرفوع الكرة، يخرج وسيم القروي على مارتين. تحية لكل الزملاء طبعا المصورين التقنيين
ومخرج المباراة نبيل بالسيدة من أجل مستقبل اللي بسليمات، ونفذ الكرة بسرعة خليل الجنيشي الذي عاد للكرة الأخيرة. شهاب العبيدي، تمشي الحمدي العبيدي، حمدي العبيدي، التوزيع في منطقة الجزاء والرأسية، حب ياخذ كورتو مع مدافع مستقبل سليمان، تبقى الكرة شهاب العبيدي، خطيرة العملية أرضية الكرة، وسيم القروي في مرة أولى. يوم الأربعاء 3 جونفي الذي عاد للكرة الأخيرة. الخطير على دفاع مستقبل سليمان من شهاب العبيدي، وتصدي وسيم القروي، ثم الدفاع شهاب العبيدي، أنس البرباطي، البرباطي توصل ساقناي إبراهيم، ساقناي وصل الكرة لوانغبو، أوانغبو التسديد، حاول المباغتة. هذه الكرة الأخيرة والتسديدة. يكن أنس البرباطي حاول يلعب وانتو، توصل له لحبيب يكن، لحبيب يكن يحاول المرور يراوغ، لحبيب يكن يفتح في منطقة الجزاء، التسديدة أرضية الكرة. موجود معز حسن قبل ما تخرج، وفما راية مرفوعة، فما راية مرفوعة قبل ذلك. المخالفة مرفوعة، الكرة في القائمة الثانية، حاول التطير، ضربة على العارضة. الذي عاد للكرة بحث عن الزاوية البعيدة رغم المتابعة من وسيم القروي. هذه الكرة يعني فوق تمرير غيث الزعلوني، تبقى الكرة للنادي الافريقي مرفوعة في منطقة الجزاء، موجود وسيم القروي، ضربت على عرضة وخطيرة العملية، خطيرة بسرعة يعني الكرة من بسام السرار في هذه الكرة، والخطأ من دفاع مستقبل سليمان لم يستغله بسام السرار في أحمد خليل مع ضغط من رين الحمروني، يقص له كرة الحمروني، توصل يكن، يكن يمر، يسقط، يقول له قوم صدق السام السرار في رشيد العرفاوي، العرفاوي لكينغ سليدو، والراية مرة أخرى، الراية مرة أخرى، زوز دقائق وقت بديل، وهذه الكرة، هذه الكرة أيضا متقدم، لأنه ما عندناش آخر مدافع في الزاوية. الهجوم لمستقبل سليمان، محمد الحبيب يكن، يكن يحاول المراوغة، كرة خطيرة، ريان الحمروني، كاد يكون هدف التعادل من محمد أمين الحمروني، ريان الحمروني في منطقة الجزاء، أخطأ المرمى أمام معز حسن، الذي عاد مرة أخرى لكرة ريان الحمروني طبعا. والنادي الرياضي الصفاقسي، يعني ستة فرق باش نلقاوها في البلاي أوف في المرحلة الثانية، الترجي، الاتحاد الرياضي المناسير، السي اس اس، والنادي الافريقي، الملعب التونسي والنجم الذي السحلي، او الملعب التونسي النجم الذي السحلي والنادي الافريقي. كل مباراة يعطينا درس جمهور الافريقي، درس طبعا كبير بالنسبة لل يعني للشعارات المرفوعة ولرمزية هذه الشعارات، المقاطعة مقاومة، يعني حتى إذا لم تقدر على المقاومة على الأرض فإن أبسط الأشياء تكون بالمقاطعة، والمقاطعة الاقتصادية للشركات الصهيونية أكثر من سلاح. طبعا نجم ندعم به أشقائنا، النجم الذي الساحلي يتحول إلى سليمان لملاقات مستقبل سليمان، ماريانو أوانبو، ماريانو أوانبو، توزيع من الجهة اليمنى، تمر الكرة في منطقة، تبقى المستقبل الذي بسليمان من جسم بنكيلاني، توزيع من بنكيلاني، كورته خارج الميدان، شهاب العبيدي لحمدي العبيدي، حمدي العبيدي على الطاير، حب يسدد، حب يسدد، يباغت على الطاير حمدي العبيدي في ملعب راس، هذه كرة للمستقبل الذي بسليمان، أنس البرباطي لكن يتدخل، يتدخل بالراس، تبقى لجسم بنكيلاني، بنكيلاني مرفوعة خطيرة الكرة في منطقة الجزاء، في دفاع الأفريقي والتغطية موجودة، ينقذ الموقف، ينقذ الموقف في العملية الأخيرة، كانت خطيرة، محمد أمين الحمروني أمام ساقناي إبراهيم، تبقى الكرة لمستقبل سليمان، مخت العملية تمشي سليمان، ريان الحمروني مرفوع الكرة في منطقة الجزاء، تخرج بالرأس من دفاع الهيشري، يرجع الهجوم في رشيد العرفاوي، حمدي العبيدي، لكن يرجع دفاع مستقبل سليمان، محمد عزيز بن محمد، طويلة الكرة الأخيرة، مساحات ولا تكثر في محور الدفاع الافريقي في هذا الشوط الثاني بعد خروج رامي البدوي. محمد ريان الحمروني يرتكب المخالفه في العمليه الاخيره، هذه الكره كانت في العمق في اتجاه ساقناي ابراهيم،
كانت في اتجاه ريان الحمروني لكن التغطية موجودة ستعود لها، ما وصلتش البسامة السرار فيه. التغطية موجودة من محمد عزيز بن محمد، التوزيع في منطقة الجزاء تبقى للإفريقي نجيب العبيدي، والثالثة بالرأس من بسام السرارفي رشيد العرفاوي. العرفاوي التوزيع في منطقة الجزاء ترجع بالرأس بسام السرارفي، مرفوعة الكرة في القائم الأول ترجع رشيد العرفاوي، مرفوعة الكرة في منطقة الجزاء يخرج وسيم القروي، أحمد خليل يدور بكورتو تتقسلوا من ريان الحمروني، ترجع الكرة البحث عن التسديد، حاول المباغتة تعود الكرة سكنا إبراهيم خطيرة العملية للمستقبل الذي بسليمان، التوزيع في منطقة الجزاء في اتجاه ريان الحمروني. وبالتأكيد عديد الأمور في حاجة للمراجعة لفريق مستقبل سليمان، هذه كرة من حمدي العبيدي خطيرة في منطقة البلاي أوت الركنية للمستقبل، مرفوعة الكرة في منطقة الجزاء تمر توصل لسكنا إبراهيم البحث عن التسديد، التسديدة تضرب بالرأس كرة ثانية ركنية أحكم تنفيذها محمد ريان الحمروني، التسديدة كانت من ماريانو أوونغبو رأسية أولى ضربت في شياب العبيدي، والثانية الأفريقي يتقدم بهدف واحد أمام مستقبل سليمان. رشاد العرفاوي مرفوع الكرة في منطقة الجزاء بالرأس وسيم القروي، رأسية بيكورو، رأسية فيدريكو بيكورو، سنعيد المشاهدة بالتأكيد وموجود وسيم القروي ينقذ الموقف. ترجع الكرة مرفوعة من بسام السرار في مقوسة، موجود وسيم القروي، موجود وسيم القروي يربح المخالفة لكن يتعرض لإصابة في الأثناء. شوف الكرة يعني حبي يباغت بها الحارس، فما دفع من بيكورو ومخداش غيث الزعلوني توصل لجسم بالكيلاني ريان الحمروني، يمر الحمروني في منطقة الجزاء يحاول المرور يسقط الحمروني، يقول قوم الصدقة السامي في الكرة الأخيرة تمشي للنادي الافريقي، محاولة المرور للمستقبل الذي بسليمان، هذه الكرة الأخيرة بسام السرار في مقابل صفر، هدف جاء في الدقيقة 27، هذه الكرة مرفوعة في منطقة الجزاء رأسية الأولى على مارتين، على مارتين موجود وسيم القروي في كرة حسام الدين السويسي على الصورة، سنعيد المشاهدة بالتأكيد كانت خطيرة. ترجع الكرة ويرجع الهجوم للنادي الافريقي، تمشي تشيب العبيدي ثم كينغسلي إيدو يمر وفي الأخير الكرة هذه الكرة شياب العبيدي كينغسلي إيدو سبق كورتو مر عاود خذ الكرة لكن سهلة في الأخير للحارس وسيم، يوصل للكرة، يوصل الكرة لبسام السرارفي، السرارفي يتلاعب بدفاع مستقبل سليمان لكن الكرة في مخطة تمريرة توصل لجسم بالكيلاني، التسديدة من جسم بالكيلاني والثانية عامر العمراني أخف الأضرار يضع الكرة في الركنية، عامر العمراني الركنية لمستقبل في 38 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. الإفريقي يتقدم بهدف غيث الزعلوني، مرفوع الكرة من البرباطي في منطقة الجزاء ترجع بالرأس بسام السرارفي، السرارفي يهز راسه يفتح طويل الكرة نحو رشاد العرفاوي لكن يخرج، قلت مش سهل أنه يفقد ركائز أساسية في الدفاع، على ذاك التوازن مفقود بالنسبة في التشجيع. هذه كرة مرفوعة في منطقة الجزاء رشيد العرفاوي يحاول التسديدة، تسديدة جانبية تبقى الكرة لمستقبل سليمان، مرفوعة الرأسية الأولى والتغطية موجودة. وبات 3 نقاط للنادي الإفريقي في هذه المباراة مع صفيرة الصادق السالم.